المرمى. إيرايسوس رونالدو تقدم، كريستيانو رونالدو تسديده لكنها إلى خارج أرضية الملعب. تسديده ممتازة من رونالدو لكنها بعد ذلك وصلت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. شوف التسديدة من رونالدو، ممتازة تسديدة كريستيانو رونالدو، وهذه محاولة موجودة. الله، جول 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 جول. الريال يتقدم، ريال مدريد يستغل خطأ كريم بنزيما، يخطف كرة يسجل فيها هدف. القناص كريم بنزيما يقتنص الهدف الأول في المباراة. شوف الكرة مرة ثانية، خطأ فادح لا تخطأ مع كريم بنزيما بهذا الشكل وبهذه الصورة. في لحظة انقطعت فيها الصورة، لم تكن مكتملة الصورة. كريم بنزيما يخطف كرة ويسجل الهدف الأول لمصلحة ريال مدريد. الريال يتقدم أولا في المباراة 1-0 مع الثلث الساعة الأولى من المباراة. الليلة ليلة رائعة لمحبي ريال مدريد. كريم بنزيما يخطف هدف أول، ساهم الدفاع في هذا الهدف، ساهم الدفاع في صناعة الهدف، وبالتالي ريال مدريد يتقدم بهدف. ريال مدريد جمهوره الآن يعيش ليلة. بنزيما أو بيبي، والكرة واصلة الآن في الجهة اليمنى، محاولة الاستفادة من تقدم بيبي في كرة ملعوبة بالرأس. الله، رجع أتلتيك بلباو مرة ثانية واستغلوا خطأ بيبي، وهدف التعادل لأصحاب الأرض. أتلتيك بلباو يعود في المباراة عن طريق سابين مارينو، يسجل الكرة برأسية سابين مارينو. طبيعي جدا أتلتيك بلباو، قلت بأن عنده إصرار للعودة في المباراة، فعل ذلك في الدقيقة 67، سجل بواسطة سابين مارينو، يضع الكرة هناك في القائمة البعيد على القائم الأيسر، يضع الكرة في الشباك، وهدف تعادل يعود معها أتلتيك بلباو بالمواجهة 1-1. 1-1 المباراة، هدف لهدف. التعادل الإيجابي، ينجح أتلتيك بلباو بعد سلسلة من الهجمات أن يسجل التعادل وأن يعود للمباراة. تعادل نعمة، الخروج بنقطة التعادل من فم الأسد نعمة. الكرة واصلة على الجهة اليمين عرضية، أوب بنزيما مرة ثانية يسجل. كريم بنزيما يسجل من جديد لمصلحة ريال مدريد. بنزيما مرة أخرى يسجل الهدف الثاني في دقائق قليلة. يعود الريال مرة أخرى للتقدم في المباراة. مرة أخرى الريال يسجل بواسطة كريم بنزيما الهدف الثاني مع الدقيقة رقم 70. بنزيما يسجل الثاني للريال، والريال لا يريد أن يتنازل عن الصدارة، يريد أن يكون في العليا، أن يتقدم القوم. هو دائما متزعم ومتقدم الجماعة، ويريد أن يتقدمهم مع الأسبوع الخامس. كريم بنزيما، كريم 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 كريم، ويكرم جمهور الريال ويسجل الهدف الثاني. هدف لهدف الآن، أصبح ريال مدريد لا يمكن أن يتعادل أتلتيك بلباو، لا يمكن أن يكون